السلام عليكم. فيما يخص هذه الحصة هذه سوف نتطرق إلى حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت درب، وكذلك كيفية تطبيق القانون الثاني لنيوتن في حالة الدوار. إذا غادي نبداو بمجموعة ديال الأشياء فيما يخص هذا الدرس: السرعة الزاوية أوميغا، التسارع الزاوي تيتا، دو بوان. عندما يكون الجسم في حالة دوران ما يميزه هو السرعة الزاوية والتسارع الزاوي. إذن السرعة الزاوية أوميغا نعرفها بكونها مشتقة الأفصول الزاوي بالنسبة للزمن. إذن هذا هو التعريف ديالها. أوميغا تتساوي دي تيتا على دي تي، الوحدة ديالها هي الراديان سكوند موازن. تيتا هو الأفصول الزاوي بالراديان. مثلا إذا كانت عندي تيتا تساوي مثلا 3 تي ناقص جوج، إذا إلا درت ليها الاشتقاق تلقى السرعة الزاوية. إذا السرعة الزاوية عطيني هي 3 راديان سكوند موازن. بالنسبة للتسارع الزاوي تيتا دو بوان، دونك نعرفه بكونه المشتقة الأولى ديال أوميغا، أولا المشتقة الثانية ديال الأفصول الزاوي دي تيتا على دي تي. فوالا الوحدة ديالو هو الراديان سكوند موان دو. بحال عندما نقول المسافة إلا اشتقيناها تلقاو السرعة الخطية، لا عاود اشتقينا تلقاو التسارع. نفس الشيء دابا إلا كانت عندنا الأفصول الزاوي اشتقينا تلقاو السرعة الزاوية، عاود اشتقينا تلقاو التسارع الزاوي. كمثال مثلا عندنا المعادلة الزمنية تيتا مثلا 10 تي أو كاري مثلا زائد 2 تي. إذن هذه إلا اشتقيناها غادي نلقاو السرعة الزاوية أوميغا. أوميغا هي غتكون 20 تي زائد 2. إلا عاود اشتقيناها غادي نلقاو التسارع الزاوي تيتا دو بوان، عطينا 20 راديون سكوند موان دو. إذا انتقلوا لطبيعة الحركة. إذا هذا التسارع الزاوي غيعطينا فكرة عن طبيعة الحركة. إذا كان عندنا التسارع الزاوي تساوي ثابتة، وهذه هي الأغلبية التي نلقاوها تسعنا هذه، إذا في هذه الحالة نقول إن الحركة دائرية، يعني كل نقطة غتكون عندها حركة دائرية متغيرة بانتظام، متغيرة بانتظام. معادلتها الزمنية واللي غادي نجدو فيما بعد غنجبدوها عن طريق التكامل، تيتا واحد على جوج تيتا دو بوان تي او كاري زائد اوميغا زيرو تي زائد تيتا زيرو، معادلتها الزمنية. معادلة السرعة هي الاشتقاق ديال هذه، يعني السرعة الزاوية غادي تكون هي تيتا دو بوان تي زائد أوميغا زيرو. أوميغا زيرو هي السرعة البدئية، الزاوية البدئية، وتيتا زيرو هي الأفصول عند أصل التواريخ، في الغالب يكون صفر. من طبيعة الحال إذا كان تيتا دو بوان يساوي صفر، ديك الساعة تكون عند الحركة دائرية منتظمة. هذه نادرا ما نلقاوها هاد السنة، غالبا غنلقاو التسارع ثابت، وبالتالي الحركة غتكون دائرية متغيرة بانتظام. هذه تسمى قلت المعادلة الزمنية، المعادلة الزمنية للحركة، وهذه معادلة السرعة الزاوية. السرعة الزاوية هي عبارة عن دالة تألفية. كذلك ملاحظة مهمة جدا هنايا، هذه تيتا زيرو إلا دوزنا للجهة الأخرى، واحد الملاحظة ممكن نكتبوها هنايا، ملاحظة. إذا تيتا ناقص تيتا زيرو تتساوي دلتا تيتا تساوي دو بي ان، وان هو عدد الدورات، عدد الدورات يعني نومبر دو تور، عدد الدورات. اذا غير هنا واحد قبل ما نطرقوا لما هو مهم كذلك، فيما يخص اذا كانت عندنا واحد المجموعه ميكانيكيه تتكون من جسم في حالة إزاحة وجسم في حالة دوران،
إذا ما يميز هذا الجسم هذا، مثلا اعتبرت هذه عبارة عن أسطوانة سيلندر، ما يميزها هو الأفصول الزاوي تيتا الزاوية، وتميزها أيضا السرعة الزاوية أوميغا اللي هو الاشتقاق ديال تيتا، ويميزها التسارع الزاوي. إذا الأفصول الزاوي، السرعة الزاوية، التسارع الزاوي. بينما الجسم اللي في حالة إزاحة هذا ما يميزه هو المسافة اللي تقطع، يعني X اللي اختاريت هذا المحور هو X، كذلك يميزه السرعة الخطية V، ويميزه التسارع الزاوي H. إذا ما هي العلاقة التي تربط هذه المقادير بهذه المقادير؟ هو هذه المسافة اللي تتكون هنا، اللي غالبا تتكون الشعاع لو غالبا. دونك يعني أن شنو العلاقات اللي غادي نستنتج على أن هاد إكس هادي راه تساوي آر فوا تيتا، السرعة الخطية ديال هاد الجسم تتساوي آر في السرعة الزاوية ديال هاد الجسم هذا، التسارع الخطي ديال الجسم في حالة إزاحة يساوي آر تيتا دو بوان. مهم بطبيعة الحال هاد العلاقات التي تربط ما بين المقادير ديال الجسم في حالة إزاحة والمقادير اللي تتميز في حالة دوران. إذا هنا غادي بطبيعة الحال في حالة الدوران تنتكلموا على العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران، بحال هو القانون الثاني لنيوتن في حالة الدوران، اللي هو مجموع العزوم، مجموع العزوم. من بعد غادي نتكلموا على شنو هو العزم من طبيعة الحال. مجموع العزوم ديال القوى الخارجية يساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. إذا الجسم اللي تيكون في حالة دوران ما يميزه هو جي دلتا. إذا مجموع العزوم ديال القوى المطبقة على جسم يساوي جي دلتا. جي دلتا يسمى عزم القصور، عزم القصور. عندما يكون الجسم في حالة دوران ما يميزه هو ليست الكتلة ولكن عزم القصور، الوحدة ديالو هي الكيلوغرام متر دو. تيتا دو بوان هو التسارع. أذكركم بالنسبة كتذكير، العزم ديال واحد القوة F ماذا يساوي؟ يساوي زائد لا ناقص F فوا دي. F فوا دي، هذا كتذكير بالنسبة للعزم. دي هي المسافة الفاصلة بين خط تأثير ديك القوة والمحور دلتا، المسافة دي يجب أن تكون عمودية. الزائد والناقص يتعلق على حسب منحى الدوران، وبالتالي هذه غادي تكون الوحدة ديالها هي النيوتون، هنا الوحدة ديالها هي المتر. إذا العزم الوحدة ديالو هي النيوتون فوا المتر. إذا كان شي قوة خط تأثيرها يتقاطع مع دلتا أو موازي لدلتا، العزم ديالها يكون صفر. مثلا خديت هذا المثال، خديت واحد القرص في حالة دوران، في حالة دوران في هذا المنحى مثلا الموجب، خديت هذا هو المنحى، هذا هو المحور دلتا، محور دلتا هو هذا، والجسم تيدور بحال هكا. خديت واحد القوة هكا، هذه نسميها مثلا القوة F1 مثلا. إذا العزم ديالها غادي يكون موجب لأن تدور في نفس المنحى، إذا غادي يكون هو زائد F1 في الدي، والدي هي هذه المسافة هذه اللي غادي تكون هي الشعاع. بحال مثلا خديت شي قوة بحال هكا نسميها مثلا F2، هذه العزم ديالها غادي يكون صفر لأن خط تأثيرها يتقاطع مع المحور دلتا، إذا غير قادرة على إدارة الجسم، نقول أن عزمها يساوي صفر. إذا غادي ناخذ كمثال دراسة واحد المجموعة ميكانيكية تتكون من جسم S في حالة إزاحة وأسطوانة في حالة دوار. إذا هذا في حالة إزاحة سوف نطبق عليه مجموع القوى يساوي ام ار جي، في حالة دوران سوف نطبق عليه العلاقة الأساسية للديناميك. المحور دلتا يمر من مركز هذه الأسطوانة. إذا ندرس S، ندرس كل واحد على حدة. دراسة S. إذا ندرس الجسم S في معلم أرضي نعتبره غليليا. إذا مجموع القوى التي تخضع عليها بإهمال تأثير الهواء يخضع إلى وزنه P، ويخضع إلى تأثير الخيط اسمها T. فوالا، إذا شنو غادي نكتبو هنايا؟ غادي نكتبو على أن P زائد T يساوي M أ جي.
لأن الجسم في حالات، هذا الجسم قلنا في حالات إزاحة، في إزاحة نطبق عليه القانون الثاني لنيوتن. نقوم بإسقاط هذه العلاقة على هذا المحور، هذا اللي اختاريناه، المحور او اكس او اللي نسموه اكغاي او زي. اذا اسقاط بي على اكس هي بي، يعني هي ام جي. اسقاط تي على اكس هي ناقص تي، تتساوي ام ا اكس. وهنا غادي نخرجوا تي، تاثير الخيط. اذا غتعطينا هي ام جي ناقص ام ا جي او بيان ا اكس. فوالا، اذا ها العلاقه الاولى، العلاقه رقم واحد اثناء دراسه على الجسم اس. دابا سوف ندرس الاسطوانه، دراسه الاسطوانه سي. الاسطوانه سي هي في حاله دوران، دوران. اذا في حاله دوران سوف نطبق مجموع العزوم. مجموع العزوم يساوي العلاقه الاساسيه للديناميك، مجموع العزوم ديال القوى الخارجيه يساوي جي دلتا تيتا دو بوان. هذا تميز الكتلة، هذا يميزه عزم القصور. إذا طبقت القانون الثاني لنيوتن، هنا العلاقة الأساسية للديناميك. إذا قلنا هنا شحال غادي تقطع هاد الأسطوانة من قوة، غادا تقطع لوزنها نسموها مثلا بي بريم، غاتقطع لتأثير هاد المحور نسموه مثلا ار بريم ولا ار، وكاين تاثير الخيط. هذا التاثير، هذا الخيط هذا غنسموه تي بريم، تاثير الخيط تي بريم. اذا غادي نكتبوا على ان العزم ديال بي بريم زائد العزم ديال ار بالنسبه للمحور دلتا زائد العزم ديال القوه تي بريم تساوي جي دلتا تيتا دو بوان. بالنسبه للعزم ديال بي والعزم ديال ار صفر، لان خط تاثيرهما يتقاطع مع دلتا. اذا العزم ديال هذه صفر والعزم ديال هذه صفر، هذه في الغالب تيكون العزم ديالها صفر. غتبقى لنا العزم ديال تي بريم. بما ان تي بريم تدور الاسطوانه في نفس المنحى، اذا غادي تكون العزم ديالها موجب، غادي تكون تي مضروبه في المسافه الفاصله بين خط تاثير ودلتا. هذه المسافه هذه غنسموها ار. اذا تي فوا ار تتساوي جي دلتا تيتا دو بوان. فوالا، هي تي فوا ار. إذن تي بريم فوا ار تتساوي جي دلتا في تيتا دو بوان. هذه العلاقة رقم جوج. فوالا، بالنسبة للتوجيهات الرسمية اللي عندكم، دائما اللي غادي تلقاو على الأكثر جسمين في حالة إزاحة وجسم واحد في حالة دوران. إذا لقينا جوج علاقات، دابا كيفاش غادي نربطو ما بين العلاقات؟ غادي دائما تيكون عندكم هذا الخيط، الخيط غير مدود، يعني تيتجبد غير مدود وكتلته مهمله، اذا ان تي تساوي تي بريم. اذا هذه القوه هي هذه القوه من حيث الشده. اذا كانت تي تساوي تي بريم، يمكن تعويض ديك تي اللي لقينا قبيله على ان تي تتساوي ام جي ناقص ام ا جي، سي سا. إذا لقينا ام جي ناقص ام ا اكس ولا ا جي بحال بحال. إذا نعوضو هنايا، نعوضو هنا، إذا غتولي لنا هي ام جي ناقص ام جي ناقص ام ا اكس ولا ا جي بحال بحال، هادشي في ار تتساوي جي دلتا في تيتا دو. وهنا يتم استخراج شي مقدار بين هذه المقادير. مثلا نريد استخراج مثلا جي دلتا، اذا نخرج من هنا العزم القصور ديال الاسطوانه غادي يساوي لنا هو ام، نعملو بام، عامل نعملو بام ار، عامل جي ناقص ا جي على تيتا دو بوان. وعندنا بطبيعه الحال العلاقه ما بين التسارع ديال هذا التسارع ديال الاسطوانه، ان ا يساوي ار تيتا دو بوان، يعني ان تيتا دو بوان هي اعلى ار. اذا غتعطينا هي ام ار او كاري جي ناقص ا جي على ا جي. عوضت هاد تيتا دو بوان ب ا
على ار، وهاد ار طلعت الفوق، ممكن نحسبوا من طبيعه الحال جي ديلتا على حساب المطلوب. المهم ان ملي تندمجوا العلاقات ديك الساعه نشوفوا المطلوب. اذا نطبق كخلاصه، نطبق القانون الثاني لنيوتن فيه لنيوتن، اذا كان الجسم في حاله ازاحه، اما الجسم في حاله دوران نطبق العلاقه الاساسيه للديناميك. وسوف نتطرق من طبيعه الحال في الفيديو المقبل الى دراسه واحد التمرين اللي تكون فيه حاله دوران وحاله ازاحه. شكرا على الانتباه، والسلام عليكم.